وهدوء إن شاء الله لما يبدأ منجم قراج بيلات يشتغل بالطاقة القصوى نتاعو والمصانع نتاع الصلب تشتغل بالطاقة القصوى نتاعها بما فيه الفوسفات نتاع بلاد الحدب حتى العنابة، يعني نوصلوا نولوا احنا الدولة الأولى أولى في تصدير الفوسفات. وانتم تعرفوا قيمة الفوسفات لدى الفلاحين ولدى في تخصيب الأراضي الفلاحية، وسديد تعليمات لكل المسؤولين على المناجم أننا في آخر المطاف نجتنب تصدير المواد الخامة على أصلها، لازم تحول لأن التحويل يجيب قيمة إضافية ويشغل الناس ويخلق مناصب شغل وتصبح المداخل أوفر. على سبيل المثال حتى لسنة 2021 كنا نستورد ليسانس البنزين، منعت السيد الوزير موجود، منعت منع بات بداية 2022 أن نستورد ولو ريش الواحد من البنزين. اليوم رانا ننتج البنزين تاعنا، كل البنزين تاعنا رانا ننتج فيه وراني نصدر البنزين. وباش نديروا مصفات أخرى حتى ما نصدرش البترول بصفة خامة، نصدر البنزين ونصدر الغازوال ونصدر الأمور هذه أحسن، قيمة تجارية عالية مرتفعة جدا بالنسبة للمادة الخامة، وما نبقاش ساجين البورصات. وبصفة عامة لما نغطي الحاجيات نتاعي كأني صدرت، يعني ما نصرفش نقول الإمكانيات المالية نتاعي بالعملة الصعبة ما نصرفهاش في التصدير في الاستيراد، ننتج